صحتك وبعتز فيها ولا تحقيق على كلامك معنا أولا. ثانيا عتبي الشديد أنني حرمت اليوم من الذهاب إلى جرش، فكنت في صراع بين أن أحضر جلسة المجلس وبين أن ألتقي بأهلي وإخواني في جرش مع الحكام الإداريين، لكن ورغم أن الكتلة قد أعلنت وأنتم مسؤولين أعلنتوا عن هذا الموعد، فصرت في صراع، فالصراع غلبني أنني لا أبادر موقعي في المجلس التشريعي. مقدر لك. وضحيت في ذلك من أجل المصلحة العامة. هنا مقدر وهناك مقدر. إن شاء الله إن شاء الله يا معالي أنك تنصفنا أن تنتهي الجلسة قبل الساعة الواحدة، وخاصة أنني أرى مع كل التحديد. أنت انصفني إذا بدك يا قبل الواحد، انصفني بالمقترحات. وسنشوف بخلص عليك على الواحد. معني شايف أنه في اختصار لحد الآن. وأنا أقول كله بميزان حسناتك. أشكرك، شو قديش يا أبي كنت تصلح لي تقديم اسمي. أشكرك، يا سيدي. أنا بقول إنه في ضريبة الدخل هو الجانب، أنت ذكرت إنه الجانب الفني هذه أمور فنية. شو دخل الحاكم الإداري اللي عمره ما دخل لا جانب فني ولا مسح ولا كذا يقوم مدير الحاكم الإداري على الاختتام؟ شو دور الحاكم الإداري فيها؟ ليس له دور. أنا بقول تقوم الدائرة أو يقوم المدير باختتام والإعلان عن ذلك بصحيفته، وأنا تجاوزت كما تفضلت موضوع النشر لأنه رغم يتعارض مع قانون المنافسة لكن استقر عليه أن كل التشريعات معمول بها. لذلك فأنني أقترح بعدين كنا شرارا لهذا الشيء قطعيا، يعني كلمة قطعي استعملتها المشروع في بعض المرات نهائيا، أنا بقترح أن يكون نهائيا، لأنه لم يكن قطعي حتى قرارات المحكمة الإدارية، القرارات القطعية تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية، فأرغب أو أقترح استبدال قطعي بنهائي وشطر الحاكم الإداري في هذا الموضوع، وشكرا عليكم.